مرحلة جديدة من المواجهات أو تغير جذري للخارطة العسكرية، هذا ما يبدو عليه المشهد الميداني في ظل تراجع لنفوذ ميليشيا الحوثي وتغير في موازين القوى العسكرية لصالح قوات الشرعية. وضع هجومي على أغلب الجبهات ابتداء من الساحل الغربي الذي شكل ضربة قوية للميليشيا بعد قطع شريان إمدادها بالسلاح وانتهاء بتحرير مديرية بيحان شبوة. وفي الشمال تتواصل المعارك وسط ما وصفته قوات الجيش بالتقدم الكبير في جبهة نهم شرقي صنعاء، حيث تمكنت القوات من تحرير قرية الحول وجبل البراك وشعاب الشليف وسد بني عامر. وفيما يتجه المشهد العسكري نحو تضييق الخناق على منافذ الإمداد بالسلاح، شن التحالف العربي عدة غارات أسفرت عن تدمير 4 دوريات و3 آليات وعدد من العيارات التابعة للميليشيا. تطورات ميدانية عديدة لا تبدو أنها بمعزل عن التغيرات السياسية والإقليمية التي دفعت قوات الجيش إلى إعلان خيار الحسم واعتباره الطريق الآمن لتجنيب اليمن تبعات الحرب. تتسارع الأحداث من جديد في ظل تصعيد عسكري على مختلف الجبهات، وما بين تطور ميداني وآخر سياسي تتغير المعادلات وتتشكل مرحلة جديدة يقول مراقبون إنها ستحدد ملامح الحسم.